ملهار، أنت رايح على المركز؟ عم تتعب كتير. طيب خليك هون معنا اليوم رجاءً كرمالي. تركيني سنبدا، بعدي عني. نحن مو مرتبطين مع بعض بنوب، لا عاد تقربي مني، عم تفهمي؟ لا لا، أنا عم بتعامل معك بعفوية، بس الفضل لكلياني. هي علمتني إنه على القليلة مشان موكش. أنا رح حاول هالمرة صلح ارتباطنا. سنبدا تركي إيدي. شكراً كتير إليك كلياني، شكراً. أنتي لا تشغلي بالك بنوب. تعرفي شو؟ أنا رح حاول نفذ كل نصايحك لإلي واستفيد منهم كتير. إيه، لأنه أنا جاهزة هلأ. وبصراحة ملهر وأنا لازم نعطي زواجنا فرصة من أول وجديد. مشان هيك أنا رحت تسوقت. شوفي هدول كتير عجبوني. ليكي كتير حلوين مو هيك؟ ايه، وكمان شوفي هاد. انتي بتعرفي انه ملهر بحب هدول الفساتين اللي بتكون قماشتهم هيك حلوة، مشان هيك جبت كل هدول. شوفي. بس أنا محتارة، شو رح ألبس منهم؟ أنا بدي مساعدتك، أي واحد بلبس اليوم؟ أنا عن جد محتارة. وأنتي ذوقك كتير حلو كلياني، رجاءً ساعديني لأختار. كلياني شبكي. كلياني شو عم تساوي؟ كلياني شو صار لك؟ لا أكيد هيدي مثل هلا. لا كلياني شو صار لك؟ لك شو عم تعملي؟ كلياني كلياني شو؟ شو رأيك هلا؟ طبعاً عملت هيك لأنه بيلو أبداً ما بيحب هيك ألوان فاقعة ورح يخاف. شو أنت ما بتفهمي؟ الطفل صغير، هاي الألوان الفاقعة ممكن تأذي له عيونه كتير، وبيلو المسكين ما بيعرف يعبر، لهيك أنت ما رح تلبسيهم. إيه ماشي، أنت بس روقي لا تخافي، لأنه عندي فساتين كتير وموكش رح يساعدني لحتى أختار واحد، لأنه هو أكيد رح يحس أبوه شو بيحب من الألوان علي. ما في أي مشكلة كلياني. شو صار؟ شو بك كلياني؟ استني